السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقتنا المباركة بعنوان لماذا تصاب بالعين رغم أنك متدين وملتزم؟ تابعونا حتى الأخير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. موضوعنا اليوم لماذا تصاب بالعين رغم أنك ملتزم متدين تحفظ القرآن إنسان طيب. تفسير هذا الأمر على وجهين سوف أشرحها لكما، والأول سأحضر لكم قصة التي وقعت لي، هي حكيتها لكم على حسب الأسنان، العين التي أذتني وفي الأسنان. عليكم أن تعلموا الراقي المعالج الإنسان العادي، فكل إن شاء ربما أكون أنا من الناس الذين يتأثرون بالعين بكل سهولة، لذلك أصابتني في الأسنان، وهذا العين كأن عليها ربط أو قفل على أسناني، وأنا لما أصبت بها في 3 ثواني 5 دقائق تقريبا أو 4 دقائق عرفت بأنها عين. أنا لا أذهب إلى الطبيب أو أخذ دواء طبيب أو مسكن أو كذا أو كذا، عرفت أنها عين. لذلك ركزت على الطريقة التي عالجتها بها بارك الله فيكم، وركزت على القرآن أولا، لأنني في اليوم الثاني رقيت نفسي أو رقي الناس ورقيت نفسي من قبل بالليل ولم تذهب العين، وعرفت أنها عين تحتاج ماء العائن، ماء العائن أو عرقه أو شيء منه كي تذهب هذه العين، لأنها أطر فيها القرآن وهي قد تكون مربوطة بقفل أو بعقد، لابد أن نأخذ من أطار هذا العائن وأبطلها به، لأن بعض الناس المتدينين إذا كانوا يصابون بالعين والحسد فقد تكون هذا العين والحسد تمرض أو قد تقتل. فإذا أخذت عرق الحاسد فستذهب العين بسهولة، خصوصا العين التي أصابتني في الأسنان. إنسان آخر قد يكون غير راقي أو كذا، قد يصاب بهذه العين التي أصبت بها، قد لا يستطيع أن ينام أولا، ثانيا سوف يذهب إلى الطبيب، قد ينزع أسنانه، يأخذ المسكنات، قد يذهب يمنة ويسرى لمدة عام 2 سنوات، ثم بعد ذلك يبحث عن الرقية أو غير ذلك الأمور. أنا لا أقول هذا غرورا، وإنما لما يكون عندك تجربة وحكمة بإذن الله تبارك وتعالى، وكل هذه الأشياء يهبها الله لمن يشاء وينزعها ممن يشاء، فهي رزق من الله. أن تكون عندك فتنة وتفهم هذه ولا تفهم هذه، فكل هذه الأشياء رزق من الله تبارك وتعالى. سيقول لقائل من الإخوان المشاهدين المحبين لي والذين يتابعونني دائما، يقولون لماذا أنت راقي وأصيبت بهذا العين؟ قلت لك في الأول ربما قد أكون من الناس الذين يتأثرون بالعين بكل سهولة، والله عز وجل ابتلاني بهذه العين والله عز وجل ألهمني هذا الأمر وأبطلتها بهذه الطريقة، رغم أنني قرأت على نفسي الرقية من قبل ولم تذهب هذه العين. ثانيا ركزوا معي، أنا هو العبد الضعيف غير المغرور. بعض الرقاة قد تقول له أنت عندك سحر، قد تكون عندك عين أيها الراقي، أيها الراقي قد يكون عندك جن. لا يمكن، أنا الراقي أنا يسكن الجن، لا يمكن، أنا لست منهم. أنا أقول قد يسكن الجن، قد غدا يدخلني شيطان أو مارد، أنا مستعد لهم. أنا عندما أقوم برقية أحد وأعذبهم بالعود وتكون معركة قائمة قوية مع الملوك والشياطين، أنا لما أذهب إلى لي وأنا أقوم بأذكاري وأنا أنتظرهم، أنتظر معركة قائمة ستقوم بيني وبينهم في الحلم وفي النوم، لأنني أعرفهم أنهم جبناء لا يستطيعون أن يواجهوني هكذا يقظة وعيانا، ولكنهم خبثاء يأتونك في النوم عندما تضعف ويريدون أن يفزعوك أو يبعدك عن الرقية أو غير ذلك. لذلك أنا كل ما أقوم بمعركة قائمة ببعض المعارك مع هؤلاء الشياطين يعني وأثر عليهم بالضغط وغير ذلك الأمور وهم يتوعدوننا وغير ذلك سننتقم سنفعل، أنا أعرف أنها ستقوم، خصوصا أنا مشي ليس إذا عالجت فلان أو فلان أنتظر المعركة، أنا موسوس إلى هذه الدرجة في كل يوم إذا ذهبت إلى البيت أنتظر الجن سيأتيني، لا، أنا بإذن الله تبارك أحس بالخطر، عندما سيقع خطر أحس به بإذن الله تبارك وتعالى، أشعر بهذا الخطر بإذن الله تبارك وتعالى، وليس كل الجن الذين أتوقع منهم ردة الفعل ليس كلهم، وإنما في أغلب الزهري عندما أقوم برقيتهم والذين فهم ملوك وعفاريت، ولكن ليس إذا قرأت عليها الرقية فقط، أنا إذا قرأت عليها الرقية فقط وعذبتهم بالآيات وكذا أعرف أنهم لم ينتقموا مني ولن يستطيعوا أن يفعلوا، لأنني لم أصل إلى أذيتهم أكثر،
رغم أنني أديته بالقرآن، ولكن لما أتقرب منه المريض وأضغط عليه في الجسد، لأن بعض الجن تقول لك اقرأ ولا تلمسني المريض، ولما أضغط عليه بالعدو وأعذبه عذابا شديدا يصرخ ويولول ويصرخ حتى يكاد أن يموت أو غير ذلك من الأمور، فيتوعد هنا. وهنا إذا كان هو من الملك والمال والعفاريت فأنا أنتظر المعركة بالليل، أنتظر المعركة أو أستعد له باللغة العربية الفصحى، أستعد له وأهيئ نفسي كي لا يصدمني، أو يعني كي لا يفاجئني بحربه أو بقتاله. يعني أنا أنام وأنا مستعد، أقوم بأذكار النوم، أقوم بتوكل على الله والاستغفار وكذا، وأنا أستعد له. والجن يعرفون هذه الأشياء، فإذا استعدت له أنت فهو سيخاف منك، يقول هذا لا يرهبون، هذا اللي خاف من هذا، مهيئ لكل شيء. لذلك أنا هو العبد الضعيف، أنا لا أقول قد أدى غدا بسحر أو بعين أو بحسد، أنا لست مغرورا، أو أنا أقول أنا الراقي بأنه ليس ليدخلها الجن. الراقي سيصاب أو قد يصاب أكثر من الناس، أو قد يصاب بالعين والسحر وهو لا يشعر، هناك من الرقاة من يصاب بالسحر ليبتعد عن الرقية، يسحرونه كي يبتعد عن الرقية وهو لا يشعر. قد تسحره الجارات الساحرات، قد تسحره عائلته، قد تكون سحر من عائلة وتسحره كي يبتعد من هذا المجال، لأنه قد يفسد لها عملها وهو لا يشعر. قد يبتعد من الرقية يقول لك هذا الرقية لا أحبها كذا، ويتهرب منها بسحر ما غير ذلك بدون شعور، أو قد تقول عليه الصلاة والقرآن كذلك. أعرفهم، هناك من الرقاة من يبتعد عن الرقية أو عن الصلاة ويثقل عليه الأوامر، أوامر الدين والصلاة، وبعد يضعف. هناك من أعرفه كان راقي أصبح الآن حلق لحيته، أصبح الآن يعني يدخل في الكلام ويخرج، الجن لعبت به وأصبح يعني لا يصلي. هناك كثير من الناس كانوا يفعلون الرقية أو فقهاء لعبت بهم الشياطين إلى هذه الدرجة. إياك أيها الراقي أو المعالج أن تغتر، أن تقول لا يلمسني الجن، لا يدخلون الجن، هذا غرور. عندي قصص كثيرة مع حربي مع الجن، ولكن سوف تأتي أيام إن شاء الله مقبلة سأحكيها لكم. هذه الطريقة، يعني أن يقول الإنسان أن الراقي أو المعالج يقول لا يدخل الجن، فهذا غرور منك، فهذا غرور. إذا كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي ونبيك، النبي الكريم رحمة رب العالمين، أتى إليه العفريت في أحد الروايات وأراد أن يحرق وجهه بشعلة من النار، وهو أكرم من على وجه الأرض وأكرم من مشى على هذه الأرض المباركة، إذا أتى عليه عفريت من الشياطين بشعلة من النار وأراد أن يحرق وجهه في أحد الروايات، وأنت العبد الضعيف قد تنام على صلاة الفجر يوما أو غدا، قد يعني تثقل عليك الصلاة، يعني قد تكون ولو تصلي الصلاة في وقتها قد تضعف وتنسى ذكر الصباح والمساء، وأنت تبقى بشرا مذنبا عاصيا، وأن الأنبياء معصومون، رغم ذلك هجم عليه العفريت، وأنت تقول لن يهجم عليك، أنت هو من صنع الجن. اتق الله أيها الراقي أو المعالج، الجن خلقه الله تبارك وتعالى كما خلق الله الإنس، قد يتسلط الإنس على الجن والجن على الإنس، وقد يعبد الإنس والجن، وقد يعبد الجن والإنس، وقد يتحاربون هكذا ويتعاركون. الجن لا نتحكم فيه لا معالج ولا راقي، الجن يتحكم فيه الله تبارك وتعالى، والذي خلقه والذي يسيره، الله يسلطه علينا كيف يشاء متى يشاء، نحن علينا أن نستعد للمواجهة، ولكل مواجهة علينا أن نستعد لها، ولا نغتر أننا نقرأ القرآن أو نقول كذا، نقول بأننا لن يلمسنا أو لا تؤذيني العين، لأن إذا أغلقنا عقولنا بهذه الأفكار فلن تكون عندنا نتيجة، فلن نساعد الناس في أي أمر. عليك أن تتوقع أي شيء في هذه الدنيا، لأنك ستحارب إذا سلكت طريقا مستقيما، طريقا مباركا. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى، لماذا الصنف الثاني لماذا تصاب بالعين؟ لأنك ملتزم. بعض الناس يصابون بالعين رغم التدين وحفظ القرآن وكذا، لماذا؟ لأن لما دخلتك العين منذ الصغر، لأن لما دخلتك العين منذ الصغر ولم تفرغها ولم تخرج كل الشياطين في جسدك، لما تكون العين في داخلك فإنما سمى الجسد مفتوحة، تدخل الجن، تدخل مزيد من الجن، وكلما دخلت المزيد من الجن تتأثر أنت. فإذا أبطلت العين كلها في الجسد وخرج الجن كله من الجسد بقوة الإيمان والدين والصلاة والعبادة، أو قمت برقية، ورغم أنك أنت فقيه أو إمام أو راقي، فعليك أن تبحث عن صديقك أو أخيك في الله يساعدك على هذا المجال، لأن بعض الأحيان قد تصرع أنت، قد تصرع وتغيب ولا تستطيع أن تتحمل تؤذي الجن هكذا وتضغط عليهم. إذا كان معك أخ يضغط على الجن فسوف يخرجون، إذا قهرته بالدين بالعبادة بالصلاة بالذكر بالقرآن فلن يبقى لك إلا الضغط وتعذيبهم جسديا ليخرجوا ويتركوا إلى الأبد، لأنه الشياطين يتحملون الرقية ويتحملون القرآن والدعاء، فعليك أن تضغط عليهم فإنهم
لا يتحملون الضغط عليهم وتعذيبهم جسديا، لأن إذا ضغطت عليهم جسديا سوف يخرجون ويهربون رغم عنهم. لذلك لما تفتح المسام والجسد لتدخل العين الجديدة، من الذي يفتحها؟ العين التي تكون من ذو الصغر، يعني الجن كأنهم يجعلونك مبهرا جميلا كي يأتوا لك بالعين الكثيرة. في أي مكان كنت تنظر الناس إليك بتعجب، وهؤلاء الناس أغلبهم يكونون زهريا وتكون عندهم علامات يحبها الجن، ثم يزينهم الجن للناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجن أو الشيطان يزين المتبرجة، المرأة المتبرجة التي تخرج عارية كاسية، فإن الشيطان يستشرفها وإن كانت قبيحة ليرها الناس جميلة ومن أجمل النساء. لذلك فإن الإنسان الذي تؤثر في العين الحسد جدا، فإن الجن الذي يسكن فيه يزينه للناس ويجعله مبهرا جميلا، ويعني في أي مكان يذهب إليه تراه الناس تتعجب كيف يعني، ولو هو ليس جميلا بهذه الدرجة من الجمال أو من الزين وكذا، ولكن الناس تراه جميلا تنبهر به بجمال خلقته وخلقه وتحركاته، وتدخل العين الكثير ومزيد من العين ويتأذى الشخص. ولكن إذا أفرغ العين القوية في جسد منذ الصغر فسوف يرتاح وإلى الأبد. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.